من خصائص يوم الجمعة أنه يجب الإنصات لها على أصح القولين كما قال ابن القيم رحمه الله. والدليل ما جاء عند أحمد بإسناد فيه ما فيه، لكن ابن حجر رحمه الله يقول إسناده لا بأس به الذي يتكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني أنت الآن تدعوه إلى خير بأن يسكت حتى يسمع للخطيب، ما النتيجة؟ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. لو قال قائل: ما معنى اللغو في يوم الجمعة؟ معناه أن صلاته ليوم الجمعة صحيحة، لكن يفوته أجر الجمعة ولا يحصل له إلا ثواب صلاة الظهر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود: قال: من لغى أو تخطى يوم الجمعة كانت له ظهرا. من لغى أو تخطى يوم الجمعة كانت له ظهرا. الصلاة منه صحيحة لكن لا ثواب له ليوم الجمعة.